وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قامت بتحرك مفاجئ وأرسلت وفدا بشكل مباشر إلى الداخل العراقي، ويرأس هذا الوفد مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليسيت وولندر. هي كانت ووصلت إلى بغداد طبعا وقامت بلقاء وزير الدفاع العراقي، وكذلك التقت برئيس أركان الجيش العراقي، والتقت أيضا بمستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي. توقيت هذه الزيارة يأتي في لحظات وفي دقائق وأيام صعبة تمر على العراق، وفي ظل أيضا أن هنالك في 48 ساعة الماضية هنالك ممارسات أمنية قامت بها القوات الأمنية العراقية في بغداد على مستوى الرصافة وكذلك على مستوى الكرخ ليلة يوم أمس بهذا الشكل، وذلك بسبب المعلومات الكثيرة المنتشرة والوعود الكثيرة عن طبيعة انطلاق مظاهرات وتظاهرات تشرين بعد 9 أيام من الآن، وكذلك الأزمة السياسية الكبيرة التي تعصف في البلاد اليوم بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي. التقارير لا زالت مستمرة، التقارير الغربية حول هذا الصراع المستمر بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، إلى درجة أن The National كان لديها وكان لها كلام يوم أمس عن هذه الأزمة وما ممكن أن نصل إليه، وهي حذرت تماما من الحرب الأهلية التي لا يريدها أحد، وهذا ما ذكرته The National على هذا الأساس يوم أمس. الأزمة السياسية المستمرة التي يشهدها العراق هي الأطول، وهذا يعرض الاستقرار للخطر ويزيد من احتمال اندلاع حرب أهلية في دولة لا تزال تتعافى من عقود من الصراع، وبالتالي واضح جدا أن الممارسات الأمنية هذه التي نتحدث عنها تأتي من أجل صد أي سيناريو سيء ممكن أن يحدث في الداخل العراقي. ولكن بشكل مفاجئ نفس هذه الصحيفة The National جاءت بتفاصيل حول السيد محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي. سمعنا كثيرا عن طبيعة خلافات مؤخرا جرت في أروقة الإطار التنسيقي حول ترشح السيد محمد شياع السوداني، ولكن كان هنالك اجتماعا للإطار التنسيقي وأكدوا من خلاله بأن مرشحهم الوحيد هو السيد محمد شياع السوداني ولا صحة لهذه الخلافات. The National بشكل مفاجئ تحصلت على تصريحات من 3 سياسيين لم يصرحوا باسمهم إلى هذه الصحيفة، ادعت بأنهم كانوا حاضرين في هذه الاجتماعات وقد شهدوا طبيعة الخلافات التي جرت. والتفاصيل التي نقلتها The National من هؤلاء السياسيين أكدت بأن كان هنالك يوم السبت الماضي في هذا الاجتماع الذي ظهر فيه الخلاف كان هنالك معسكرين، الإطار التنسيقي تحول إلى معسكرين. المعسكر الأول هو الذي يصر على السيد محمد شياع السوداني كمرشحا لرئاسة الوزراء، ولكن الفريق الثاني هو الذي يريد أن يستبدل السيد محمد شياع السوداني بخيارين. الخيار الأول هو بقاء السيد مصطفى الكاظمي كرئيس للوزراء، وكذلك أيضا في نفس الوقت كخيار ثاني هو الذهاب مرة أخرى إلى مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي ووضعه كمرشح لرئاسة الوزراء، رغم أن الرجل عندما طرح اسمه هو اعتذر عن هذه المسألة، ولكن هذا الفريق يرى بأن السيد قاسم الأعرجي أو السيد مصطفى الكاظمي ستكون هي حلول جيدة وحلول ممكن من خلالها فتح أبواب النقاش بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري من أجل الوصول إلى حلول وتفادي أي عملية صدامات ممكن أن تكون حاضرة إذا ما تم الإصرار على السيد محمد شياع السوداني وإصرار الإطار التنسيقي على الموقف الذي من خلاله شهدنا ما شهدناه من صدامات خطيرة في المنطقة الخضراء، وحتى شهدنا ما شهدناه ما جرى في المناطق الجنوبية بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس هذا الفريق يعتقد بهذا الأمر، ولكن أحد السياسيين أكد بأن الفريق الأول من الذين صرحوا إلى The National رفض تماما مسألة وضع الرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي كرئيس قادم واستمراره كرئيسا للوزراء، وكذلك رفض الخيار للسيد طبعا قاسم الأعرجي وأصر تماما على السيد محمد شياع السوداني. بل إن أحد هؤلاء السياسيين الذي كان حاضرا لهذا الاجتماع أكد بأن المعسكر الأول وهذا الفريق ليس لديه مانع أبدا
في عملية استفزاز السيد مقتدى الصدر، وليس لديه مانع في عملية الاشتباك والمواجهة مرة أخرى. وعلى هذا الأساس هذا السياسي صرح لي ذا ناشونال، تحدث عن هذا المعسكر وتحدث عن هذا المعسكر بعد ذلك الذي يصر على السيد محمد شيع السوداني بهذه الطريقة. قال الآتي: هذا المعسكر يبحث عن حلول للخروج من الأزمة، هو المعسكر الثاني الذي تحدثنا عنه، بينما الآخر يريد استفزاز الصدر حتى لو أدى ذلك إلى مواجهات معه مرة أخرى. بالتالي هذه الأزمة هي أزمة خطيرة وكبيرة للغاية، وأن سلسلة وولندر بحضورها إلى بغداد هي تأتي في أوقات عصيبة للغاية، ولكن أيضا الواضح تماما بأنها تأتي لإكمال مهمة كبيرة بدأتها باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والمسؤولة عن ملف الشرق الأوسط. هي جاءت إلى بغداد، ذهبت إلى أربيل، تحدثت عن المشهد السياسي العراقي وغيرها، ولكنها أيضا كانت حاضرة من أجل مسألة مرتبطة بالطاقة والشركات الأمريكية التي تعمل في إقليم كردستان من أجل حل مسألة كبيرة جدا تواجهها الشركات الأمريكية والطاقة بشكل عام في إقليم كردستان. على هذا الأساس سلسلة وولندر اليوم ظهرت بهذا الشكل مع السيد مسرور البرزاني وعدد من القادة الموجودين طبعا في إقليم كردستان من أجل توقيع اتفاقية مهمة. لماذا هم حاضرون بهذا الشكل؟ لمن لا يعلم، فإن الكونغرس الأمريكي منذ 15 من أغسطس الماضي بدأوا بحملة كبيرة جدا وبرسائل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يطالبونه بفعل شيء والتدخل من أجل حماية الشركات الأمريكية التي تعمل في إقليم كردستان في مجال الطاقة، في حقول الطاقة هناك، لأن هذه الشركات تتعرض إلى هجمات من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، تعرضت وكانت هنالك ضربات بالصواريخ البالستية كما نعلم في الفترة السابقة من قبل إيران مباشرة على إقليم كردستان بهذا الشكل. الاستهدافات كثيرة، خلافات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان، قرارات يعتقد الكونغرس بأنها ستستخدم ضد الشركات الأمريكية، وبالتالي الشركات الأمريكية في ظل كل هذه الظروف لن تتمكن من العمل، وأن هذه ليست بيئة استثمار ممكن أن تعتمد عليها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل الشركات الموجودة هناك. وعلى هذا الأساس كان هنالك معالجة كبيرة جدا جاءت صباح هذا اليوم وجاءت أنباؤها، الواضح بأنها تأتي من أجل محاولة صد أي هجمات قادمة من الفصائل المسلحة المقربة من إيران على هذه الحقول، على الشركات أو حتى من قبل إيران. إلى درجة أن سلسلة وولندر مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي أو لشؤون الأمن الدولي ظهرت بهذا الشكل، وقعت مذكرة تفاهم أمنية مع وزارة البيشمركة، وهذا يعني أن هنالك تعاون أمني كبير سيكون بين إقليم كردستان وبين البنتاغون من أجل هذه المسألة تحديدا. كل شيء واضح في هذه القصة، ولكن أيضا بغداد تتحرك من أجل حل الضغط الكبير الذي يتعرض له إقليم كردستان. هذا على الأقل واضح من اللقاء الذي تحدثنا عنه بين مستشار الأمن القومية العراقية السيد قاسم الأعرجي والسلست وولندر، كان هنالك لقاء بهذا الشكل. وبعد ذلك السيد قاسم الأعرجي التقى معاون رئيسي استخبارات الحرس الثورية الإيراني حسن محقق، التقاه بهذا الشكل. ليست هنالك الكثير من التفاصيل الواضحة، ولكن ما هو واضح من البيان الذي صدر من هذا اللقاء تحديدا بأن السيد قاسم الأعرجي كان واضحا، هو أكد بأن العراق لن يسمح ولن يقبل بالأطراف أو الأحزاب الإيرانية المعارضة لإيران الموجودة على الأرض العراقية أو حتى التركية منها في استخدام الأراضي العراقية في الهجوم على إيران أو حتى الهجوم على تركيا. والواضح هنا بأن بغداد، وطبعا السيد قاسم الأعرجي أكد بأن بغداد عازمة على حل هذه المسألة وعلى منع هذه الأطراف من القيام بهذا الأمر، والواضح بأن بغداد تحاول إغلاق وإنهاء مسألة المسببات التي تتسبب طبعا وتجعل الحرس الثورية الإيرانية على سبيل المثال أن يدخل إلى أراضي إقليم كردستان في أكثر من مناسبة لملاحقة الأطراف المعارضة، والتي تدعي إيران بأن هذه الأطراف المعارضة تقوم بعمليات في داخل إيران، لذلك عليهم ردعها. وأيضا في نفس الوقت البككة في إشارة واضحة لها بأنهم يريدون معالجة مسألتها لكي تتوقف العمليات العسكرية الكبيرة التي تقوم بها تركيا في الأشهر الماضية وتصاعدت بشكل كبير، أدت إلى بناء الكثير من القواعد طبعا خلال العام الحالي. نتحدث على الأقل عن 4 قواعد كبيرة عسكرية أنشئت أصلا
أصبحت 9 قواعد كبيرة في داخل إقليم كردستان من قبل القوات التركية والعديد والعديد من النقاط العسكرية الأخرى وغيرها في توسيع للعمليات ضد البككة. ولكن تظل الأسئلة حول الفصائل المسلحة المقربة لإيران المتهمة بهجمات قد تمت على حقول الغاز الطبيعي تحديداً، والتي دفعت لكل هذه التفاصيل أن نتحدث عنها. قد تكون للقوات الأمنية صولة في هذه المسألة في عملية ضبط ما ممكن أن يكون قادماً من الفصائل المسلحة على المستوى الاستخباري أو غيرها. ولكن الواضح تماماً أن الأزمات التي نتحدث عنها هنا بحاجة أمر يتحقق بالنسبة للأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. يجب أن تحل هذه المسألة كما هو واضح، المسألة الكبيرة، قبل أن نرى تحركات حقيقية تجري في هذا الأمر. والكل يترقب كلمة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب مصادرنا الخاصة أكدت لنا بأن يوم الجمعة القادم سيظهر وسيتحدث، والواضح بأن الأزمة السياسية بحسب العديد من المصادر الصحفية أكدت أن الأزمة السياسية الموجودة في العراق هي ستكون على أجندات الرجل، وقد نسمعها واضحة وبشكل واضح من السيد مصطفى الكاظمي وهو يتحدث عنها من خلال هذه الكلمة. العبء والحمل كبير للغاية بالنسبة السيد مصطفى الكاظمي، ولكن المشكلة الكبيرة أن أحداثا تجري غطت على كل هذه القضايا، ومن الممكن أن تصعب مهمة السيد مصطفى الكاظمي فيما يبحث عن تحقيقه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. روسيا فجرت مفاجأة كبيرة جدا، وتحديدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن التعبئة الجزئية واستدعى 300,000 من الاحتياطيين المقاتلين الروس لكي ينضموا إلى الجيش الروسي. الواضح هذه التعبئة الجزئية ذاهبة مباشرة إلى أوكرانيا، بل إنه هدد باستخدام السلاح النووي وهدد بهذا الشكل الذي ترونه. أذكركم أن بلادنا تمتلك أو تملك أسلحة دمار شامل أكثر تطوراً من نظيراتها في الناتو، وأضاف أمام أي تهديد لوحدة أراضينا أو سيادتنا نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة وهذا ليس خداع. هذه الكلمة كانت اليوم وفجرت مفاجأة كبيرة جدا، وجعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكل الخطابات الظاهرة حتى من الرئيس الأمريكي أن يتحدث عن هذه المسألة. البوليتيكو الأمريكية أكدت اليوم بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدل على خطابه قبل أن يظهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب ما صدر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وطبعا هذه خطوة تأتي بعد خطوة رأيناها يوم أمس بأن روسيا أعلنت بأن سيكون هناك استفتاء في خيرسون وفي زاباروجيا وكذلك في إقليم دونباس من أجل انضمام هذه المناطق لكي تكون جزءا من روسيا، كما حدث في عام 2014 مع طبعا شبه جزيرة القرم. وطبعا هذا يؤكد طبيعة التعبئة التي تجري والتهديدات الواضحة بأنه يهدف تماما إلى أخذ هذه المناطق التي نتحدث عنها. قد يستغرب البعض لماذا بوتين ذهب بهذا الطريق، هو لسبب مهم للغاية، بأن الأوكرانيين يحققون نجاحا عسكريا كبيرا للغاية بسبب السلاح المقدم من حلف الناتو، من صواريخ، من مدافع، من أقمار صناعية، من أسلحة وغيرها. مكنت القوات الأوكرانية من تحقيق الكثير من النجاح إلى درجة أن القوات الروسية في الفترة الأخيرة لم تتمكن، ابتعدت من خاركيف تماما، انسحبت من هذه المدينة وهي مدينة إيزيوم المهمة التي كانت تتخذها كنقطة للهجوم والإطباق على دانييتسك وما تبقى من المناطق التي لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية. وفجأة وجدت روسيا نفسها بأنها تتراجع، والقوات الأوكرانية بدأوا يتحدثون الأوكران. مثلا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم كان واضحا وقال بصريح العبارة بأنهم يريدون إخراج كل القوات الروسية الموجودة في إقليم دونباس وفي المناطق الأوكرانية، بل إنه أيضا يريد أن يحرر بحسب حديثه شبه جزيرة القرم في أكثر من خطاب صدر، لأنهم يعتقدون أن هذه المنطقة هي تابعة لهم وأن هذا خداع جاء من روسيا. وعلى هذا الأساس الأمور تعقدت كثيرا، والأمور في تصعيد خطير وخطير للغاية. وكذلك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واضح له بأن هنالك هجوم كبير جدا أوكراني يأتي بهذا الاتجاه، من شأنه أن يغير كل المعادلات التي حققتها روسيا منذ بدء العملية العسكرية. الكلام هنا عن منطقة هي تأتي
بهذا الاتجاه بالقرب من زاباروجيا بهذا الاتجاه. هذه زاباروجيا بالنسبة للقوات الأوكرانية بدأت بالقيام بهجوم كبير للغاية بحسب التوب وور الروسية، موقع توب وور المهم للغاية أكد بأن القوات الأوكرانية بدأت تضغط بهذا الاتجاه. وإذا ما جئنا إلى التفاصيل في القمر الصناعي لكي نفهم لماذا غضب طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنقترب من هذه المنطقة التي تحدثنا عنها ألا وهي في زاباروجيا ونتوقف في هذا الاتجاه. القوات الأوكرانية ولكي نفهم هي موجودة في أورخييف بهذا الاتجاه، وكذلك هذه منطقة أخرى ألا وهي هوليوبول بهذا الاتجاه، وأيضا هنالك منطقة أخرى فولودار أيضا هم يسيطرون عليها. القوات الروسية طبعا هي موجودة في دانييتسك في ماريوبول وكذلك فولنوفاخا بهذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس الخارطة هي تبدو بهذا الشكل بالنسبة لمناطق السيطرة التي نتحدث عنها على هذا الأساس. بحسب موقع توب وور الروسي أكد أن القوات الروسية في 48 ساعة الماضية بدأت القوات الأوكرانية بضغط بثلاثة محاور من هذه المدن ومن هذا المحور أيضا من أجل التقدم هجوم عنيف وكبير للغاية بدأ على القوات الروسية، ولكن لسبب ما القوات الروسية كانت جاهزة بالمدافع وبالدبابات وغيرها، والواضح تماما وليس واضحا ولكن يبدو أن القوات الروسية كانت تبحث عن عملية مهاجمة هذه المناطق بسبب أنها تبحث عن السيطرة على زاباروجيا بشكل كامل للاستفادة من هذه المسألة. ولكن القوات الأوكرانية فاجأتها بهجوم كبير وشامل وخطير تحاول من خلاله تحقيق مسألة استراتيجية يجب أن ننتبه إليها. الأمر مرتبط ببحر أزوف. إذا ما ابتعدنا قليلا الآن قليلا بهذا الاتجاه لكي نفهم ما الذي يعنيه وما الذي تعنيه هذه التفاصيل، القوات الأوكرانية الواضح تماما بأخذ هذه المنطقة مرة ثانية بهذا الشكل الفاصلة بين مناطق سيطرة القوات الأوكرانية والروسية، فالواضح أن القوات الأوكرانية تحاول الدخول إلى هذه المناطق السيطرة عليها والوصول إلى بردنياسك بهذا الاتجاه، وبالتالي تأخذ مساحة ممتازة جدا وتعود للسيطرة إلى بحر آزوف مرة أخرى وتعزل مدينتي ماريوبول التي تأتي بهذا الاتجاه وكذلك مدينة ميليتابول بهذا الشكل، وتبدأ بمراحل ضغط بالنسبة للقوات الأوكرانية بهذا الشكل، وبالتالي يضيع كل شيء تحقق من القوات الروسية. كل هذه التضحية ستذهب أي بما معنى بشكل بسيط لنبتعد قليلا مرة أخرى من هذه الخارطة لنفهم هذه التفاصيل ولماذا الرئيس الروسي ذهب بهذا الاتجاه وصعد هذا الموقف. إن القوات الأوكرانية فعلا في ظل أنها تمكنت من التقدم بشكل كبير أنها تحاول وواضح بأنها تفتح الباب للعودة للسيطرة على بحر آزوف على الأقل بالنصف الذي كانت تسيطر عليه طبعا، وبالتالي تضغط على خيرسون تضغط على هذه المنطقة المتمثلة بإقليم دونباس مرة أخرى وتفتح أبوابا كثيرة لعمليات الضغط على شبه جزيرة القرم، وكأن شيئا لم يتحقق بالنسبة للقوات الروسية. على هذا الأساس المهم في هذه القضية ولماذا يجب أن نفهمها بسبب أن مسألة ومهمة السيد مصطفى الكاظمي ستكون صعبة لأن العالم كله يركز على روسيا وأوكرانيا وما يجري، الخطابات تغيرت كلام كبير للغاية، ولكن تظل الأسئلة الأهم والكبيرة ما الذي تحقق بالنسبة لسيلست وولندر، وهل هنالك شيء أكبر مما تم إعلانه من مسألة مذكرة التفاهم مع إقليم كردستان مرتبط بالأزمة السياسية أو غيرها؟